انا بقول له وصل تضرعاتي لربنا، صلي عني عشان ربنا يقبل. امال لما بنلاقي اب اسقف او ابينا البطريرك ونعطي له البخور، وننحني. خلي بالنا من الحته دي كويس قوي، في ناس تتصور يقولوا انتوا بتوع عبدوا البشر اطلاقا، الطقس ما قالش كده، ولكن اللي بيحصل ايه؟ ايه الكلام اللي بيتقال اثناء الانحناء او السجود؟ بنقول كده هو اسالك يا ابي الاذن ان تذكرني امام يسوع المسيح، وكان بالظبط انا بقول رب الاسقف صلي عني وصلواتك المقبوله المرفوعه تاخدها وتنقلها للسيد المسيح. وبالتالي الاب الاسقف لما بيقبل هذا الاحترام ده لانه بينقل عنا الصلوات وبينقلها للسيد المسيح الذي له السجود التام. اوعى حد يبلبل فكركم يقول لك انتوا بتسجدوا للبشر، لا انا بقول له وصل تضرعاتي لربنا، صلي عني عشان ربنا يقبل. من هدفك الشخصي الذاتي الزايد ده ما تخليش الفاية كده زبالة. بقى ابن افاعي ما تبقاش نفاية، فكر في الهدف الاسمى. ايه الهدف الاسمى؟ لما كل دول يجوا عندي يكسو تكسو كل ركبة ولسان ويعترفوا انني انا هو، تكسو كل ركبة ولسان وتعترف باني انا، يجب ان نرى نريهم الاحوال والجحيم لكي يؤمنوا ان المحبة المحبة، فيجب ان نرى الاهوال وان تبقى مسخة مسخة امام العالم كما كان مسخة كما انا كنت مسخة، لكي يفهموا ويعرفوا محبتي محبتي محبتي. رحمك يا الله رحمك يا الله الله رحمك يا الله الله. باذن الله انا رايح اعمل شويه اهوال هنا في الحته دي واعمل شويه اهوال في الحته دي لكي يحبوا ويعرفوا سماحه الله. اسبح باسم الله 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 يا حبيبي، بس رحمك يا الله رحمك يا الله رحمك رحمك. صدقيني صدقوني صدقيني صدقوني، انتوا حولتوا الحياه لجحيم.